ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. مساء الخير دكتور محمد. يعني القبض على أحد العناصر الإرهابية التي كانت سببا في استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة 9 آخرين واكتشاف خلية جديدة، كل ذلك يعتبر أدلة جديدة على التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي البحريني وسعي نظام الولي الفقيه لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، كيف ترون أهمية هذا الكشف؟ مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون البحرين الكرام. أولا لابد أن نسجب ونستنكر كل أنواع أعمال العنف والتخريب والإرهاب التي تتعرض لها مملكتنا العزيزة. فهذه أشياء غير مقبولة تماما. الشيء الثاني أن استهداف رجال الأمن هذه من أسوأ أنواع الإرهاب والجرائم التي يمكن أن ترتكب في حق هؤلاء الأشخاص من رجال الأمن الكرام. ثانيا لابد أن نحيي جهود وزارة الداخلية في الكشف عن المخطط وهذه الخلية الآثمة وجميع أفرادها الذين يجب أن يقدموا للمحاكمة لينالوا جزاءهم الحالي. ولا بد لنا أن نبين أن أمن البحرين هو أولا وثانيا وثالثا، فمن غير الأمن لا يمكن أن يكون هناك استقرار أبدا. نعم دكتور محمد، يعني الحديث عن الجهود الاستباقية كما تفضلتم لوزارة الداخلية لها أهمية كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. الحديث هنا عن يعني مخطط متكامل الأركان، يشمل استهداف شخصيات، يشمل استهداف أنابيب نفط، تدريب مكثف في معسكرات الحرس الثوري الإيراني. لعل في مثل هذه المواقف يحمل التفكيك قبل ساعة الصفر دلالات كبيرة تؤكد جاهزية وزارة الداخلية من جهة، ورادع لمن تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد من جهة أخرى. هذا صحيح، طبعا جاهزية وزارة الداخلية مهمة في هذا الموضوع، خصوصا عندما يتعرض أمن البلاد للخطر. ثانيا أن هذه الخليات يبدو من الواضح أنها تعمل بتمويل وتخطيط من خارج البحرين، سواء من إيران وغيرها، وهذا من أخطر الأمور في العلاقات الدولية. ونحن في لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني نستنكر دائما هذه الأعمال ومنفذيها ومخططيها وداعميها أيضا. نعم الدكتور محمد علي الخزاعي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.